حبايب قلبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بقراءة جديدة. الفيديو النهارده هيكون عن شخص انت هتحطه في بالك. الشخص ده انت حاسس من ناحيته باعجاب، وحاسس ان هو كمان معجب بيك ولكن مش متأكد. طيب القراءة النهارده هتكون عن ايه؟ هنشوف الشخص ده فعلا هو معجب بيك، وكمان هنشوف هو ايه اللي بيعجبه فيك. شكلك، روحك، عقلك، شخصيتك، ايه بالظبط اللي عاجبه فيك، او ايه بالظبط اللي بيخليه ينجذب ليك اكتر. كمان هنشوف الشخص ده عاوز منك ايه بالظبط، او ايه تطورات العلاقة، او هيعمل ايه في الفترة اللي جاية ان شاء الله. القراءة دي هتبقى اول حرف من اسم الشخص اللي هتحط نيتك عليه، او باختيار الكور، يا الكورة الحمراء مجموعة رقم 1. رجعت لكم الكور تاني، يا الكورة البلاك مجموعة رقم 2. او اختيار اول حرف من اسم الشخص ده، هسيب لكم الحروف في الديسكريبشن بوكس تحت. طيب لو انتوا اول مرة تشوفوني، يا ريت تنوروني وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. ولو حد عاوز قراءة مدفوعة يتواصل معايا على رقم الواتساب، بس بقولكم دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. نبتدي باول قراءة او اول مجموعة ونشوف الشخص ده معجب بايه بالظبط، او هو معجب ولا ايه. المجموعة رقم 1، الكورة اللي لونها احمر. طيب ناخد الاول الطاقة عشان نشوف الطاقة ايه، طاقة الشخص ده دلوقتي، وهل في حد حواليه، هل في حد عاوز يخش حياته، طاقته ايه في الفترة الحالية، او بيعمل ايه. طيب حلو قوي، ده مفكر. ده ايه ده؟ ده مفكر كده وبيقعد مع نفسه بالليل يوصل القمر ويحلم ويفتكر في حاجات قديمة حصلت في حياته، ويقعد يفتكر حاجات هتحصل في مستقبله. يعني حالم، حالم بدرجة رقم 1. يعني الشخص ده حالم ومفكر، ممكن يكون من الناس اللي بتحب تكتب، من الناس اللي بتحب تقول او تقرأ كتير. يعني بيحب ان هو يا بيقرأ كتير يا بيكتب كتير، يا اما هو شخص في حتة فنية، في حاجة كده مميزة عنده فيها حتة ابداع. طيب نشوف بقى طاقته دلوقتي عاملة ازاي. نشوف الطاقة دلوقتي عاملة ازاي، طاقة هذا. ياه، ده موجوع قلبه. ممكن يكون الشخص ده بعيد عنك وتعبان عشان هو في بلد تاني غير بلده وبعيد عن اهله، ممكن يكون تعبان من كده. ممكن كمان يكون لسه طالع من علاقة تعبان منها، ممكن تكون انت العلاقة دي، على حسب انت حاطط نيتك على مين. ممكن تكون بتفكر في حد انت انفصلت عنه وعايز يشوف هل فعلا الشخص ده لسه معجب بيك ولا خلاص. لو انت كده فالشخص ده زعلان منك وموجوع قلبه قوي. لو انت بتبص على شخص او بتفكر في شخص انت ما كانش في بينكم علاقة قبل كده، انت معجب بيه وحاسس ان هو معجب بيك، فالشخص ده تعرض لعلاقة سابقة، العلاقة دي وجعت قلبه وتعبته، وهو دلوقتي حتى لسه في طاقة وجع القلب وتعب. طيب في طاقة ايه كمان الشخص ده؟ في طاقة طموح، بصص على مستقبله في الفترة الحالية اللي احنا بنفكر فيها دلوقتي، او اللي احنا بنشوفها دلوقتي. هو بيفكر في مستقبله وبيبص وبيفكر في طموحه. طيب كمان قلبه وجعه، كمان الشخص ده عاوز يجدد حياته، عاوز يعمل تغيير في شخصيته جذري، عاوز يعمل حاجة جديدة ويغير في نمط حياته. طيب الشخص ده ايه كمان؟ دلوقتي هو بيدور على الاستقرار، بيدور على الاستقرار بعد تعب. الشخص ده تعب كتير في حياته المهنية والاجتماعية، يمكن مر بفراق شخص عزيز عليه، ممكن يكون مامته، ممكن يكون باباه، في حصل وفاة، حصل حاجة نفسية في حياته من هو صغير او لما كبر، بس الحاجة دي اثرت فيه جامد وخلته في حالة حرمان وحالة اكتئاب لفترة، والحاجة دي مأثرة عليه حتى في الطاقة الحالية اللي احنا بنبص عليها دلوقتي، مأثرة عليه حد دلوقتي. الشخص ده يبحث عن الاستقرار، يبحث عن شخص يطمنه، شخص يبقى معاه ويطمنه ويمسك ايده ويكمل معاه، ما يخذلهوش ما يسيبوش ويمشي.
الشخص ده قاعد دلوقتي بيفكر في كده، هو عاوز كده فعلا في حياته جاي. انا لسه بقول لك هو عاوز يعمل تغيير جذري في حياته. من ضمن التغيير الجذري ده ان هو يلاقي شخص يكمل معاه حياته ويبقى في حالة من الطمأنينة. طيب لو انت بتبص على شخص، الشخص ده في حالة زواج، لان انا شايفة ان الشخص ده فيه عليه مسؤولية. طيب لو انت بتشوف لشخص، الشخص ده انت عارف ان هو في حالة زواج، هو بالمرة مش مستقر ومش حاسس بالامان مع الشخص اللي هو معاه، وتعبان جدا في حياته، نفسه يدور او نفسه يلاقي الشخص اللي يكون ليه سول ميت، يكون ليه توأم روح، يكون ليه الشخص اللي يمسك ايده وما يسيبهوش، يحسسه بالامان، يحسسه بالحب، بالوفاء، بكل حاجة. الشخص ده زي ما قلت لك هو حالم ومش لاقي اللي هو بيدور عليه. ولو في حد في حياته دلوقتي وانت عارف ان الشخص ده مرتبط، فهو لسه ملقاش اللي بيدور عليه ولسه ما استقرش في حياته. الشخص ده عاوز استقرار وهو لسه ما استقرش، سواء هو في حياته حد او لا. طيب نشيل ونشوف بقى الشخص ده بالنسبة لك ايه بالظبط. ممكن يكون من برج الجوزاء جدا، وممكن يكون من برج العقرب، وبشوف ده برج الثور، يعني ممكن يكون من برج الثور كمان. طيب نشوف هل الشخص ده فعلا هو معجب بيك زي ما انت حاسس. هل فعلا الشخص ده معجب بيك؟ الشخص ده في حاجة في حياته مدمراه، في حاجة في حياته تعباه جدا جدا جدا. ولو انت كنت على علاقة بهذا الشخص وانفصلت عنه وعايز تشوف هل الشخص ده لسه معجب بيك ولسه بيفكر فيك، فالشخص ده يعني بالنسبة لك انت هو زعلان منك جدا، يا اما انت عملت حاجة في حياته صعبة او خذلته او عملت فيه حاجة يعني، او يمكن هو اللي عمل وحاسس انه مظلوم. في ناس كده تبقى هي اللي عاملة الحاجة وتحس ان هي اللي اتظلمت وانت اللي جيت عليها، ممكن يكون من الاشخاص دي. بس انا شايفة ان لو انت اللي كنت في حياته ففي في انهيار في حياته حصل. يعني الشخص ده تعبان جدا 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 وحاسس بألم فظيع من ناحيتك. ممكن تكون انت عملت له حاجة، وممكن يكون هو في الانهيار ده بسبب ان انت بعدت عنه وان هو مش معاك. ممكن يكون هو عارف غلطه وهو في الحالة دي بسبب انه عارف غلطه وان انت بعدت عنه. تمام. طيب الشخص ده متردد، بالرغم انه شجاع، بالرغم انه هو مقدام، ولما بيكون عاوز يعمل حاجة بيعملها وبيقف قصاد اي حد ظالم، بيقف وبيجيب حق، وبيجيب حق الناس اللي قصاده او اللي معاه. ولكن هو من شخصيته انه متردد شوية وما بيعرفش ياخد قرار بسرعة، بيتردد شوية وبعد كده بياخد القرار. طيب احنا سألنا سؤال، هل الشخص ده معجب بيك؟ انت مسيطر على تفكيره على فكرة، ممكن يكون بعيد عنك في المسافة ومسيطر على تفكيره. ايوه معجب بيك، معجب بيك جدا. كمان انا لسه ما شفتش هو شكلا ولا روحا ولا شخصية ولا ايه، بس انا طالع لي هنا انه معجب بيك شكلا جدا. انت بالنسبة له امور، انت بالنسبة له شخص حلو عاجبه شكليا قوي، ولكن بيمثل عليك دور اللامبالاة، بيمثل عليك دور ان انت مش في دماغه. واني بص هو حاط قاعد حاطط ايده على خده مش باصص الناحية دي، مع ان في حد بيديله كاس او بيديله حاجة فيها مية، اهو بصي باصص الناحية التانية. ده دليل ان الشخص ده مش مديلك اهتمام، بيعاملك معاملة ممكن تكون بتحس منها شوية انه مهتم بيك وشوية لأ. هو قاصد انه يعمل كده لان انت مسيطر على تفكيره، بالرغم ان ممكن يكون في طاقات منكم الشخص ده بعيد عنك في المسافة، ولكن انت مسيطر على تفكيره والشخص ده معجب بيك شكليا. طيب نتأكد اكتر، الشخص ده ايه اللي عاجبه فيك؟ شكلك، روحك، عقلك، ايه بالظبط اللي عاجبه في شخصيتك؟ عاجبه ان انت طموح، او يمكن انت شخص بتصرف على اهلك. دي الطاقات يا جماعة، انا بتكلم على كله. تمام. ممكن انت شخص تكون بتصرف على نفسك، بتصرف على اهلك، عندك استقرار مادي،
بتبص لمستقبلك، ممكن تكون كمان مش شغال ولكن انت مهتم بدراستك، مهتم بثقافتك، انك تكون احسن، ان انت باصص لقدام دايما. كمان عاجبه فيك ايه؟ ان انت عندك امل، عندك امل وايجابي جدا جدا جدا. طيب الشخص ده لو هو عارف ان انت بتراقبه، او انت بتبين له ان انت بتراقبه، فانا شايفه ان هو معجب ان انت حاطط عينك عليه او بتراقبه، او بيشوف مثلا ان انت عينك عليه، دي حاجه عاجباه فيك، او معجب قوي ان انت بتبص عليه، ممكن تكون بتكلمه، بتسال عليه، بتهتم بيه، ممكن تيل طاقه منك، او عارف وشايف ان انت بتراقبه، او ممكن يكون في اصدقاء مشتركين بيقولوا له ان انت بتراقب او انت معجب بيه. طيب كمان بالرغم ان في حواليك ناس كتير او في حواليه هو ناس كتير، ولكن هو بيراقبك وانت بتراقب. عاجبه ايه كمان؟ روحك، حلو قوي، عاجبه روحك وعاجبه شكلك. شايفك ان انت عندك امل، امل متجدد، دايما باصص للدنيا بصة ايجابية. ممكن يكون بتعدي عليك حاجات في حياتك تخليك او تخلي اي حد حياته مش مستقرة، ولكن انت بتقف على رجلك من تاني، وبتبتدي ان انت تبص لحياتك بايجابية وبنظرة امل، بنظرة تفاؤل، بنظرة حب وسعادة للحياة، بالرغم ان انت ممكن تكون حياتك مش مستقرة، مريت بحاجات كتير او بتمر بحاجات كتير، ولكن انت عندك امل وعندك ايمان بربنا وواثق من ربنا، وباصص لقدام بصة كويسة، وبصة فيها تجديد، بصة فيها امل. زي ما قلت لك، هو بيدور انه يجدد حياته، وانه يبقى حاجة تانية، وانه يجدد من نفسه، يجدد من شغله، يجدد من علاقاته. فشايفك انت كده، انت عندك امل وتجديد على طول، وعندك روح المرح. ممكن الطاقة منكم، انتوا اشخاص بتحبوا المرح، بتحبوا الضحك، بتحبوا الجو اللي يكون فيه سعادة ويكون فيه مرح، ما بتحبوش الاكتئاب. فهو حابب روحكم جدا، انتوا ناس بريئة من جوه، هو لابس فيكم كده، وعارف ان انتوا ناس عندكم براءة وعندكم سعادة داخلية وعندكم سلام نفسي، بالرغم ان انتوا ممكن تكون ما عندكوش امكانيات، ما عندكوش الحاجات اللي الناس بتحلم بيها عشان تبقى مستريحة، ولكن انتوا مستريحين باللي عندكم، عندكم قناعة. الشخص ده معجب بروحكم ومعجب بشكلكم جدا. طيب ايه تاني عاجب الشخص اللي فيك؟ انا حبيتكم والله من اللي طالع قدامي، من حقه الشخص ده يحبكم، انا حبيتكم. عندك ايه تاني؟ انت شخص مسؤول، شخص مسؤول، شخص عندك حنية داخلية، عندك عطاء كبير كبير كبير، ما شاء الله عليكم، انتوا قريبين من ربنا جدا. يمكن دعائكم مستجاب، يمكن عندكم كده صلة بينكم وبين ربنا، يعني ده كارتين طلعوا لي ان انتوا اشخاص قريبين جدا من ربنا، عندكم سلام داخلي، عندكم صلة بينكم وبين ربنا. ربنا واقف معاكم في كل حاجة، ما شاء الله ما شاء الله. الحتة دي لمسها فيكم لو الشخص ده قريب منكم، لو الشخص ده صديق ليك، بتتكلموا مع بعض، صديق مقرب مثلا، او صديق ويعرف عنك الحاجات دي من اصدقاء مقربين. الشخص ده معجب بروحك، بشخصيتك، بشكلك. بس اول حاجة طلعت لي شكلك، شكلك، بعديها روحك، بعديها شخصيتك، تمام؟ الثلاث حاجات دول عاجبين الشخص ده فيك جدا. ايه كمان؟ شوف اكتر برضو، ان انت شخص طموح، يمكن تكون بتركز على اهدافك كويس، او بتعرف انت عاوز ايه كويس. كمان انا شايفة ممكن تكون من الناس اللي طاقات منكم، ممكن تكون من الناس بتعرف تتكلم، بتعرف تفتح كلام، تفتح حوار، بتعرف تخلي اللي قدامها يطلع اللي جواه، او بتعرف تستمع كويس للشخص اللي قدامها، بتعرف تطلع منه الكلام اللي هو مش عاوز يتكلم، انتوا عندكم المهارة دي. بيحس جنبكم انه عاوز يتكلم وانه عاوز يفتح قلبه اكتر ليكم. قلت لكم الشخص ده مر عليه حاجات صعبة، ف
فحس جنبكم بكده، حس ان هو جنبكم قادر انه يفتح قلبه ويتكلم، بالرغم انه ممكن يكون من الاشخاص اللي مش بتعرف تتكلم او مش بتعرف تقول اللي جواها، ولكن واحدة واحدة هيبتدي انه يتكلم معاكم اكتر ويفتح قلبه ليكم اكتر. طيب اشوف لكم بقى الشخص ده، اقول لكم الابراج الاول. في برج العقرب، برج الثور، ممكن يكون برجك او برجه، برج العقرب تاني، والميزان، والسرطان، العقرب تالت، سرطان تاني، برج مائي يعني، العقرب تالت، برج الاسد، بس كده. ممكن يكون هو من الاشخاص دي او انت من الاشخاص دي. طيب نشوف بقى بعد كده الشخص ده عاوز منك ايه بالظبط. طيب نشوف الشخص ده عاوز ايه بالظبط. عاوز ايه الشخص ده بالظبط؟ بص الكارت ده قدام طلع، يبقى الشخص ده بيبص عليك وبيبص على مستقبله وبيشوفكم انتوا الاتنين، يعني ان انت تكون في مستقبله او تكون معاه. عاجبه زي ما قلت لك روحك جدا، حاسس ان انت لو بقيت معاه حياته هتتحسن وحياته هتبقى افضل، حياته هيكون فيها الحظ، شايفك حظ بالنسبة له. الشخص ده شايف حظ ان انت تبقى معاه وانه يخش معاك في علاقة. شايف كمان ان انت ممكن تديله اللي هو مفتقده، سواء الشخص ده مرتبط سواء الشخص ده سنجل، على حسب كل واحد، ولكن انا بتكلم عامة. حاسس ان في حظ يخش حياته لما انت تبقى فيها، حاسس ان الشخص ده ان انت هتديله الامان، هتديله اللي هو محتاجه. شوف هو محتاج ايه بالظبط، حاسس ان انت هتديهوله بالظبط. الكارت ده يعني معناه واضح قوي، وحاسس ان انت عندك روحك عجباه وعاوز ان يكون معاك في المستقبل. طيب في زواج هنا، الشخص ده في زواج بالنسبة له او شايفك كزواج، وفي طاقات منكم الشخص ده هو في حالة زواج already، في حالة زواج وشايفك كمان ان انت تكون معاه، سواء الشخص التاني معاه او لا، بس هو عاوزك معاه. انا بقول علاقات ثلاثيه للناس اللي فعلا عارفه ان الشخص ده في علاقه ثلاثيه، تمام، او عارفه ان هو في حاله زواج، حاله ارتباط، حاله اي حاجه هو فيها، عارف ان في حد في حياته. طيب الشخص ده بالرغم ان في حد في حياته عاوزك انت كمان في حياته. طيب الناس اللي عارفه ان الشخص ده سنجل، الشخص ده عاوزك في حياته، شايف الحظ معاك، شايف المستقبل معاك، شايف ان انت هتديله الحاجات اللي هو مفتقدها، في زواج، شايف زواج معاك. الكارت ده كارت معناه الزواج. طب اخد لك نصيحه، تعمل ايه معاه او تتصرف ازاي، او رساله ليك. في بص بيقول لك في children، في اطفال، الشخص ده في حياته اطفال، يا اما انت في حياتك اطفال، او لو الشخص ده شخص انت انفصلت عنه في طلاق ففي بينكم اطفال، يعني ترجعوا لبعض عشان خاطر الاطفال دي. طيب الكارت ده معناه ان في رجوع لشخص من الماضي. طيب الكارت ده معناه ايه؟ للمنفصلين في رجوع، تمام، دي باينه. طيب لو الشخص ده بالنسبه لك كراش، ف وانت بقالك فتره مش بتتكلم معاه، ففي رجوع ليكم انتوا الاتنين. طيب اخد لكم لو ده كراش وانت بتتكلم معاه اصلا، بيقول لك خليك متفائل بشأن هذه العلاقه. فمجموعة رقم واحد بصراحة كله كويس جدا. في منفصلين يمكن هنا كتير عشان كده طالع children، في اطفال في الموضوع. كمان بيقول لك ان في شخص راجع لك من الماضي، وخليك متفائل، العلاقة دي ان شاء الله كويسة. بصوا يا جماعة، بالنسبة لشخص راجع لك من الماضي ده للمنفصلين، تمام، للكراش والحاجات اللي هم لسه ما فيش ما بينهم اعتراف معجب يعني، او ممكن يكون الشخص ده لسه ما
ما تكلمش، ما قالش ان هو في اعجاب او حاسس باعجاب من ناحيتك وانت مش عارف، وكل شوية يبعد ويجي. فلو هو بعيد عنك في الفترة دي ففي رجوع. الكارت ده معناه كده. طيب في هنا برج الجوزاء وبرج الثور والسرطان والجدي والحمل. طيب نخش بقى على القراءة رقم 2، هو مجموعة رقم 2، الكورة السوداء والحروف. طيب نشوف أول حاجة الطاقة بتاعت الشخص ده ايه دلوقتي في الفترة الحالية. طيب نشوف واحدة كمان، هو في عدم توازن. الشخص ده في طاقة عدم توازن الفترة الحالية، في عنده تردد، في عنده حيرة لأمر ما، في عنده تشوش، يعني في حاجة مخليه مش متوازن. طيب في كمان الشاكرا الرابعة فيها خلل عنده. طيب نشوف أكتر الشخص ده طاقته. شوف اكتر. بصوا الشخص ده قاعد في حتة لوحده، قاعد في اوضته، قاعد في مكان هو فيه لوحده، مش بيقعد مع حد، مش بيقعد مع اصدقائه، مع عيلته، مع اخواته، مع لا، الشخص ده لوحده، قاعد مكتئب لوحده، حزين، بيفكر، حاسس بعدم توازن، حاسس ان هو لسه، بقول حاسس ان هو منهار، تعبان، في حاجة فيه دلوقتي في الفترة الحالية تعبان. شفت الورق ورا كده عشان يبان لكم الكروت اكتر. تمام، فبنقول ايه، الشخص ده في دلوقتي هو في طاقة تعبان جدا، يمكن عنده أزمة مالية، يمكن عنده أزمة نفسية بيمر بيها دلوقتي، يمكن فقد حد من أهله، في حاجة أثرت فيه دلوقتي، بس هو في الطاقة دي حاليا، هو تعبان حاليا في طاقة تردد. لسه بقول لكم هو في طاقة عدم توازن وفي طاقة تردد، طلع تاني هنا. ممكن يكون الشخص ده بيفكر يسافر او بيفكر يجي من سفر. ممكن يكون هو دلوقتي بعيد، بيسافر بعيد عنكم في مكان تاني غير اللي انتم فيه. بيمثل الغموض، بيمثل ان محدش يعرف عنه حاجة، ولكن هو من جواه تعبان جدا جدا. ممكن يكون بيمثل انه سعيد وانه كويس، ولكن من جواه هو تعبان اوي الشخص ده الفترة الحالية. حنين جدا 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 الشخص ده. شايفاه برضو في طاقة مراقبة عليكم، وشايفاه في طاقة حسد شديدة، في ناس عينيهم عليه في شغله، قريبين منه، في طاقة حسد شديدة على الشخص ده. يمكن هي اللي مخلياه في الحالة دي، لان انا شايفة ان الشخص ده مميز، في حاجة مميزة، في حاجة هو فريد بيها بيعملها، ممكن يكون شكله، مجرد شكله بس حلو، في حاجة هو مميز فيها مختلف عن اللي حواليه، وهي دي الحاجة اللي مخلياه الناس عينيها عليه. ممكن يكون هو مشهور، في حاجة في شغله مخلياه ستار، في ناس كتير حواليه، وده الحاجة دي اللي مخليه هو في طاقة حسد شديدة، وخليته دلوقتي هو في طاقة بعد عن الناس، وفي طاقة عدم توازن، وفي طاقة انهيار، حيرة من حاجة، غموض على الناس، ولكن بيمثل انه كويس، ولكن هو مش كويس. ولو بيمثل انه ولو هو فعلا بيقول ان هو مش كويس، فاللي جواه اكتر من اللي بيبينه بكتير. طيب عندي هنا برج التالو، برج العذراء، برج العقرب مرتين، برج الجدي. تمام، دي طاقة الشخص ده في الفترة الحالية اللي احنا فيها دلوقتي، طاقته مش متوازن بالمرة، وعنده الشاكرا الرابعة فيها خلل. طيب يا زيادة يا نقصان، هنشوف دلوقتي هل الشخص ده معجب بيك فعلا. طيب تعالي شوف الشخص ده معجب بالمجموعة رقم 2. مش عارفة ليه حاسة ان في طاقات منكم داخلين يشوفوا شخص انفصلوا عنه،
وعايزين يشوفوا هل لسه انتوا في دماغه ولا لا، هل لسه انتوا هو معجب بيكم زي ما انتم معجبين بيه ولا لا. الشخص ده ندمان عليكم جدا جدا جدا، وموجوع قلبه عليكم قوي، وفي انهيار يمكن في الفترة دي بسببكم. نفسه انه يطلع، نفسه انه يستشفي، نفسه انه يبقى في حالة كويسة، ولكن مش عارف. الطاقات كتير يا جماعة، انا بتكلم على كل الطاقات اللي بتطلع، تمام؟ في طاقات ناس منفصلين عايزين يشوفوا هل الشخص اللي هم انفصلوا عنه هل لسه بيحبهم، هل لسه معجب، هل لسه عاوزهم، هل لسه هم في دماغه. ايوه عايزه اقول لكم انتوا في دماغه الشخص اللي انا ندمان عليكم جدا وتعبان من غيركم. ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، الشخص ده تعبان جدا 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 يا عيني. يعني لو شخص انتوا انفصلتم عنه او شخص انتوا معجبين بيه ومفيش بينكم علاقه، فالشخص ده متدمر، تعبان قوي 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 قوي. مجموعة رقم 2، الله يكون في عون الشخص ده بجد. نفسه حد يمسك ايده، ونفسه حد يشده يبقى كويس. الشخص ده تعبان نفسيا، يمكن يعني مش تعبان نفسيا كده، لا ممكن يكون عنده مرض نفسي فعلا، لان الشكل ده فظيع. يعني الشخص ده تعرض لحاجة خلته في حالة من اليأس، من الاحباط، من عدم التوازن، من عدم التركيز، مش عارف ينام، في حاجات كتير في حياته تعباه الشخص ده. ولو انت انفصلت عنه فانت يعني مخليه في حالة صعبة قوي. هل معجب بيكم؟ طبعا الشخص ده معجب بيكم جدا جدا جدا، ونفسه ان يتكلم معاكم لو انتم مش بتتكلموا في الفترة الحالية، ونفسه يبقى معاكم، بيفكر فيكم على طول على فكرة، وحاسس ان انتم عطاء من ربنا ليه، ولكن طاقته مش متوازنة بالمرة، طاقته مش متوازنة بالمرة الشخص ده. بيفكر فيكم، مسيطرين على تفكيره. في اشخاص ممكن يكون الشخص ده طليقك، يعني كنت معاه في علاقة زواج وانفصلتم عن بعض، الشخص ده بيفكر فيك جدا، بيفكر في ايام كنت معاه، وانه خسرك، ندمان عليك الشخص ده. لو انت داخل تبص على شخص انفصلت من علاقة معاه وكنت معاه في علاقة زواج، فالشخص ده ندمان عليك جدا 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 جدا. وسبب الانفصال برضو السحر او الحسد، في طاقات سلبية حواليك وحوالين العلاقة دي وحوالين الشخص ده، كل واحد على حسب هو ايه. لو انت بينك وبينه علاقة مجرد اعجاب، فالشخص ده في سحر او حسد عليه شديد. لو كان في بينكم علاقة في يوم من الايام، ففي سحر او حسد شديد عليكم انتوا الاتنين، مش ممكن اللي انا بشوفه ده. طيب ايه كمان، حنون جدا جدا جدا، واقف بيبص عليك بعينيه الاثنين وبكل حاجة. انت كل حاجة في حياته على فكرة الشخص ده، حتى لو الشخص ده انت معجب بيه بس هو معجب بيك وبيبتدي انه يقرب منك وبيبعد عنك، فده عشان الطاقات السلبية اللي عنده. لكن الشخص ده معجب بيك وحاسس من ناحيتك بإعجاب، وحاسس من ناحيتك بحب كمان. الشخص ده فيه حب في قلبه كبير، حاسس من ناحيتك بإعجاب وبحب، ولكن طاقاته سلبية جدا جدا. عنده عدم توازن، عنده الشاكرا الرابعة فيها نقص أو فيها زيادة مش متوازنة، عنده سحر أو حسد في حياته بتدمر كليا الشخص ده. كمان حاسس ان انت في انجذاب تماما، في انجذاب تمام، ولكن كمان حاسس ان انت نص التاني، يعني ده عدى الانجذاب، ده مش معجب بيك بس الشخص ده، ده معجب بيك وحاسس بتواصل روحي معاك، وحاسس ان انت نصه التاني وفي انجذاب قوي عليك. كمان في تخاطر، في تواصل روحي من قلبك لقلبه، بتحسوا ببعض وانتوا بعيد عن بعض. حتى لو ده كراش، انا ماليش دعوة الشخص ده ايه بالنسبة لك، انا بتكلم على كله. هتقولي كراش وفي تواصل روحي وفي كل ده، هو ده اللي قدامي، هو ده اللي انا شايفاه فعلا، بس الشخص ده متدمر.
متدمر نفسيا، وفي عيوب كتير حواليه يعني بجد منهم لله الناس اللي بتحسد الناس الدرجة اللي بيكون فيها الشخص أو البني آدم اللي بيبقى بالدرجة دي بجد. طيب هنشيل ده ونشوف، في هنا برج الميزان وفي برج الجوزاء والجدي، برج العقرب والسرطان وبرج القوس والأسد، ممكن يبقى برجك أو برجه. طيب هنشوف ايه اللي بيعجبه فيك، هل شكلك، روحك، عقلك، شخصيتك. بصوا طيب دول وقعوا وهسيبهم. معجب بيك حاجة من عند ربنا، حب إلهي، حاجة هي اللي جذبته ليك، في بينكم تواصل روحي، ممكن تكونوا سول ميت، حاجة جذبته ليك. مش لازم يكون شكلك، مش لازم يكون روحك، مش لازم يكون شخصيتك، هو انجذب ليك من عند ربنا لوحده. عشان النص التاني في طاقات كتير منكم، الشخص ده يا توأم روح يا توأم شعلة، في علاقة سابقة، علاقة من زمن سابق. تمام، تعجب بإيه بالظبط تاني نشوف أكتر، طلع حاجة نتكلم فيها. اولا هو حب الهي، تمام، الهي الهي لسه، سبحان الله يا ربي، ده حب من عند ربنا يا جماعة، ده حب كارما بترجع لك، بترجع له عوض من ربنا في حاجة. نفس اللي انا بقوله. بص الشخص ده ولا بيحبك لشكلك ولا لأسلوبك ولا لكلامك ولا لروحك ولا لعقلك، ولا هو حبه ليك او عجبه بيك عدى كل ده، ده قبول من عند ربنا. الشخص ده في قبول بينك وبينه من عند ربنا، في تدخل إلهي لعلاقتك بيه في الوقت اللي قابلته فيه، في الوقت اللي حسيت من ناحيته بإعجاب وهو كمان حس من ناحيتك بإعجاب، دي حاجة ربنا اللي عاملها في قلوبكم. انتم علاقة من زمن سابق، في بينكم كان ربنا كاتب لكم ان انتوا تقابلوا بعض لسبب، انت تعوضه هو يعوضك، قصتكم شبه بعض، انتوا الاتنين شبه بعض في حاجة معينة. بصراحة يعني عدى كل الحاجات اللي عندي، اللي هو شكلك ولا روحك ولا عقلك ولا الكلام ده كله، ده حب من عند ربنا، حب إلهي، بس مش هقدر اقول اكتر من كده. بصراحة زعلانة على علاقة رقم 2 جدا، ان في حب كده وفي عيون، في سحر، في طاقات سلبية بالشكل ده. الشخص ده صعبان عليا جدا، ممكن تكون بقالك كتير معاه وحاسس ان هو ما بيتحركش، طاقته مش متزنة خالص. طيب نشوف الشخص ده عاوز منك ايه، بس يعني لازم تساعده ان الشخص ده يطلع من اللي هو فيه. لو ليك كلام معاه، لو بتتكلم معاه، لازم تساعده. الشخص ده عاوز منك ايه؟ جواك. الشخص ده بيبحث على الكمال، بيبحث على الاستقرار، بيبحث على انه يسيب كل الحمل اللي وراه، يسيب كل التعب، يمشي بعيد، يمشي لمستقبله، يمشي لحياته الكويسة، يمشي لحياته اللي يحس بيها بالأمان والسلام. تعب من الحمل، تعب من الحمل اللي عليه والتعب اللي عليه والوجع اللي فيه، تعب من كل ده، بيحلم انه يعيش مستقر في حالة من الاستقرار. الشخص ده لما شايفك او عاوز منك ايه، شايف معاك الاستقرار، شايف معاك العلاقة المستقرة. الكارت ده على فكرة كارت زواج، فالشخص ده نيته زواج ليك، نيته ان تبقى معاه، ولو الشخص ده انت انفصلت عنه فعاوز يرجع معاك تاني ويبقى في علاقة زواج ما بينكم، نيته حلوة الشخص ده. طيب رسالة، بصوا يمكن انت تعبت منه، يمكن حاسس ان حبه مش متكافئ، يمكن حاسس ان هو شخص مش متزن، شوية قرب منك شوية يبعد عنك.
شوية يبقى عاوزك، شوية مش مبين لك انه عاوزك، فالشخص ده عشان هو في طاقة غير متزن. فالرسالة دي ان انت حاسس ان خلاص ان الحب ده مش متكافئ. لا، بيقول لك getting to know each other، اعرفوا اعرف بعض، اعرفوا انتوا الاتنين بعضكم اكتر. انت لسه معرفتش الشخص ده، سواء انت بقالك معاه كتير او قليل، انت لسه معرفتوش من جواه، وعبر له عن حبك شوية. ممكن ان انت تقف معاه وتساعده ان هو يطلع من الطاقات السلبية اللي حواليه دي، ويجدد نشاطه ويجدد طاقته، ويحاول يعالج الشاكرا الرابعة عنده، او يشوف او يروح يقيس شكراته بالطاقة ويشوف الشكرات اللي مش مظبوطة عنده، يبتدي ان هو يعالجها. دي ده علم عادي. فيمكن انت بقالك كتير مع الشخص ده وتعبت منه، بس انا شايفه قدامي ان طاقته مش متزنه خالص. تمام، لو انت في عندك فرصه ان انت تساعده ساعده. في عندي هنا برج الدلو، برج الثور، برج الجوزاء، بس كده. طيب انا خلصت قراءه النهارده، يا رب تكون القراءات عجبتكم وانطبقت عليكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. لو حد عايز قراءه مدفوعه يتواصل معايا على رقمي، رقم الواتساب بسيبه لكم دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. شكرا لكم، باي باي.